اللي هي مجموعه مصانع من الصين ومن اندونيسيا، والاي بي بي دي اكبر سبلاير بتاع الورق تقريبا في العالم، ممكن اقول الاول ولا الثاني على حسب الكوانتيتي اللي احنا بنعملها. صراحه المعرض متغير على 2009، انا جيت 2009 والسنه دي، السنه دي انبهرت بالنظافه وبالنظام وبالاكتيفيتيز اللي هي في المعرض اصلا، بالسيرفيس بتاع الناس، بالمعامله بتاع الاورجنايزرز اللي هم المنظمين بتاعه، صراحه كانت هايله جدا. بنعرض البرودكت بتاعنا، وبعد المعرض يعني بتجيب النتائج، بتستنى العملاء بييجوا يكلموك، في ناس ما كانتش عارفه البرودكت ده جاي منين، يعني بيشوفوا الورقه مثلا البرودكت بيشوفه بس ما كانش عارف انه ده بتاع اي بي بي. النهارده بتلاقي عارف، يعني في نوع، لو تقول من ناحيه الماركتين يعني البيز نجح، يعني البدايه كبدايه ابتدت تنجح، يعني الناس بتقعد يعرفوا ان البرودكت ده بتاع اي بي بي. حابب اقول انه فرصه لكل حد بيشتغل عنده علاقه بالورق، كل حد عنده علاقه بالمكن بالطباعه، يعني يجي انه يشارك في المعرض ده لانه هيبقى مفيد. والحمد لله يعني في ناس كثيره من البلدان المجاوره كلها، يعني في فرصه لكل المصانع والشركات انهم يجوا يستكشفوا ويعرفوا ان المعرض ده مش صغير زي ما هم فاكرين، يعني عشان في ناس بتفكر انه لا ده صغير ولا حاجه، بس الافاده بتاعته كبيره قوي. So in this exhibition, I'm very glad to see all of the opportunity for all of the company and from foreign country, and we hope for them every year we can make this exhibition like this, especially in paper and another for another factory.